انا بشتغل نظام الوارتس بعمل هيب هوب لنفسي يعني لو نظام اندر جراوند برسم خطوه ببدا اهدى مبدا بس هالمره اقوى نص القصه اخوه بيجتمع فبنرتفع ساري ابراهيم بعمر 28 سنه انا اخترت اللي هو الميوزك ثيوري ميوزك برودكشن الشيء اللي انا بشتغله يعني لان ارتس بشتغل هيب هوب فانا اللي بعمل الموسيقى تبعتي وانا اللي بشتغل المشاريع تبعتي باسم الراب بحلف ان العدل هو سبيلي باسم الراب بحلف انه ما انسى تاريخي كنا باسم الراب مدينه خطوط إيجابي سلبي والنتيجة نور الراب العربي لما مصاب انتفاضة من 12 سنة قعدت 4 ساعات في البيارة بعنزف وعشت خسرت كلية وخسرت جزء من الكلية الثانية وعشت على كرسي بعدها خلصت جامعة وكملت حياتي كأي إنسان طبيعي ويمكن أفضل لأن إصابتي كانت حافز إلي أنه لازم أنا استمر لازم أثبت وجودي في المجتمع بالذات في مجتمع زي مجتمعنا صعب جدا لا يتقبل أي شيء مختلف عنه وأنا صار لي سنين بحاول أثبت فكرة واحدة لأنه الناس اللي في وضعي كانوا بحاولوا يثبتوا أنه إحنا بحاجة أنه نندمج مع المجتمع أنا بعرض أنا ما بدي أندمج مع المجتمع أنا بدي المجتمع يجي يندمج معه عشان يستفيد من الطاقات اللي عندي يعني في عنا شباب احنا مثلا عندهم حالات زي هيك يعني مقعدين او عندهم بكر عملوا اشياء كبيره وكويسه كثير للبلد في منهم فنانين في منهم رياضيين في منهم لكن ما بيعترفوا فينا صاحي فني صافي ما تحكي عني غافي ما بساوم بسلاح بقوم بمك بصف قصف ثقافي سنين احنا محتلين من قبل ما انا ولادي من قبل ما ابوي ينولد ولكن مش المشكله مش بس الاحتلال مشكلة ممكن يكون الانقسام لو بدنا نقول انحلت المشاكل لا لسه في امور كثير عالقة انا شايف الوضع الصعب اللي احنا فيه بيصنع من الانسان شخص صلب بخليه يقدر يقاوم بخليه يقدر انه بده ينتج شيء بده يعمل شيء لكن في ظل الحصار اللي احنا فيه الكهرباء ضلت تقطع فترات طويلة مشكلة يعني هاي كيف بدي انا اشتغل على الجهاز انه اسجل كيف بدي اشتغل الشغل تبعي فبنلجأ انه نطلع برا ونقعد بالاماكن العامة زي هيك والوقت بضيع من غير ما ننتج اي شيء باسم الرب